واخيرا تلاقيت انا وياك. ماشي كنهرب لك، كتجي في شي ظرف كنكون مشير وكنسلت لك اكسبري، اولا ما كيكونش عندي ما يتقال. بعض المرات في اللقاءات الصحفيه الى ان ما عندكش ما يتقال فكنقول علاش غادي زعما بور، يعني ما كانش الجديد فاش غنهضروا، فهمتيني؟ فكنقول دابا بحاليا كاين شويه الجديد. ساليت مسلسل الجزء الثاني ديال ولاد العم ديال الام بي سي، صورت فيلم مع جيهان بحار، فيلم سليمان ومجدوري الادريسي. هذا فيلم نوع جديد، يعني كيهضر على البيع والشراء ديال الاعضاء البشريه، هذا موضوع جديد يعني ما عمرو تطريطه يعني. وصورت واحد السيت كوم ما داش في رمضان، وتمنيت يدوز مرة رمضان باش الناس كتعطيهم ديك فرصه انه يتفرجوا. الناس المغاربه بصدق كيتفرجوا في الوقت اللي كيكون ما يكونش في السباق وما تدخلوش للسباق، وهذا باش خلي الانسان يتكونسونطرا. نقول واحد القضيه، حنا شويه باقي صعيب عندنا، ماشي صعيب عندنا السيت كوم، صعيب عندنا كتابه السيت كوم. حنا اللي ما عندناش مشكل دابا في الممثلين تبارك الله والتقنيين والمخرجين، ولكن الاشكال اللي باقي عندنا هو مشكل السيناريو. حنا باقي ما عندنا السيناريوهات اللي قويين اللي يقدروا مثلا، ماشي ان ما تنقلبوش على ديك الضحك ديال القهقه، على هذيك الابتسامه. انا كنت كنقول للناس مثلا في السيت كوم الا ما قدرناش نضحكوا نمثلوا، شخصوا ماشي بالضبط، يعني ان في اي مشهد خصنا نضحكوا فيه، فهمتيني؟ وكنتمنى يعني مستقبلا ان بلاصه السيت كوم ان الدول كامله بدات تبعد عليه، لان انت خصك تضحك. هنا الناس كتضحك بدي طابو، حنا ما نقدروش نقولوا دي طابو، دونك كنبداو نهضروا على الكواميل وعلى الكوزينه وداك الشيء ما كيضحكش. وانت تلقى مع دي جون كيقول لك عزيز مثلا تنشوفوك في السينما، كان لا السينما كاينه واحد الحريه في كلامنا، حريه في الكاك ديالنا. في التلفزيون حنا كندخلوا عند الناس، يعني دائما كتحتاط انك تخرج شي كلمه اللي ناقصه او شي سميتو ما تتبغيش. وانا يمكن شي 50 او 60 ما درت سيتكم حتى لهذا العام، فكره مزيانه، اون كاستينغ محترم، وقضية ديال انه يدوز او ما يدوزش انا ما تنامش بهذا الشيء، لان اكيد انا برمجته هذوك الناس اللي عارفين امتى غادي يحطوه، ونتمنى انه يسعد الناس، هذا هو اللي مهم. عندي واحد الوليد لقيته داير فواحد لاباج ما فهمتش فيها 10 المليون، انا عمري ما تندخلش داك الشيء، ولقيته في الانستغرام ولي شاد والله عطاه ليا الانستغرام. انا ما تندخلش يعني، حتى انا اصلا ما تنديرش اشارات، كندير اشارات بالديجيتال ولكن ما كتلقاشني حاطهم، ما تعجبنيش داك ندير السويقه في الانستغرام ديالي، ما تعجبنيش. واغلب الممثلين راه ما عندهمش يعني دي كونت، اغلبهم يعني لا في اوروبا ولا هذا، كاين اللي ما عندوش دي كونت. وانا كان عزيز عليا الجمهور الحي، عزيز عليا الجمهور اللي كنلقاه في الشارع، اللي كنلقاه في دربي، فهمتيني؟ داك اللي كيسلم عليا بواحد الحب هو اللي كيعجبني. اما داك العالم افتراضي في ناس انا ما تنعرفهاش، فكنقول انا يمكن هذه غير شي واحد كذيبه، يمكن كتنفعنا الا كان شي فيلم جديد كدير لافيش ديالك وهذا غير كتذكر الناس وهذا. اما ماشي زعما طموحي ان يكون عندي بزاف ديال لي فولوور عندي في الانستغرام، ما عنديش هاد الطموح. الغلط هو هذا، دابا انا مثلا كاين واحد السيده او واحد السيد، انا مزيان مزيان مثلا نختاروك، ولكن تمشي ديري التياتر مزيان، تكون عندك مثلا رغبه او عندك كتهواي هاد الدومين مزيان انك تمشي تقرا عليه. الاشكال اللي كاين الجمهور المغربي راه 40 مليون، راه ماشي مليون، راه 40 مليون نسمه، دونك راه ماشي مليون. زائد ان المتتبع يمكن كيتبع ديك البنت او داك الوليد على شي حويجات ديالو، كاين اللي كيتبع على السيكان السراول وهذا، ملي كتدخليها للتمثيل فالتمثيل كيحتاج للاحساس، كيحتاج للتمثيل، كيحتاج للتلقائيه. صعيب الحال يعني انك باش تكون هكا. كاينين بنيتات وليدات انا لاعبين معايا اللي الحمد لله غاديين حيت كيسمعوا، اللي مهم عنده هو السمع، وكاين اللي غير موجع وما غاتبقاش، لان هو مع نفسه غادي يحس براسو اليوم وغدا. هذاك حتى البوبليك راه كيقول لك، كيقول لك ويلي مدخلين هادو، حيت هما تابعينك على داك الشيء اللي كديري انت، راه ما تابعينش على التمثيل، فهمتيني؟ بحال دابا مثلا غتلقينا انا مثلا في السوبر مارشي كنهز الخضره وسميتو، راه ما تابعينيش على داك الشيء، يقدروا ما يجي عندي حتى واحد، ولكن يقدروا يتبعوك في فيلم سينما، فهمتيني؟ كنمشي معاك لداك الشيء ديالك. كيضحكوا لي دريدي الصغورين، والله حتى كنهضر معاك كيضحكوا لي دريدي الصغورين، وانا كنتفلى بعض المرات، بعض المرات كنحماق، كنحماق وكنبغي نخلق هذا الجو ديال داك الدري الصغور اللي فيا، حيت انا فيا داك الدري الصغور مع كبير انا، ولكن لداخل كاين واحد البرهوش.
ارتي تحكوني درين السهار. يمكن وقيله بحكم ان ساكن بواحد الكارتي الشعبي ويوميا كنسمع دي سلوغون ويوميا كنسمع كلام، وهذا ما كاثرش فيا من اللي ما كنتفرج في شي حد. خصني خصو يدوي معايا بلغه او بكلام، لان ما سامعوش كيقدر يضحكني يفاجئني، فهمتيني؟ كيضحكني عزيز كندخل نتفرج فيه في السينما، ماشي بداداس. انا كيدخل داداس كيتفرج في داداس، ولكن داداس الكوميديا لدرجه تنضحك بصح تنعراق، وداك الشيء كنحيد الفيستا زعما كنعيش هذا الجو تنتفرج. كنقول حاليا بداو وليدات مزيانين عندنا، غير اللي هو تكوين، خص التكوين ضروري من التكوين. خصنا بينو وبينك خصنا شويه دراسه، يعني دراسه للدومين، حتى دابا وليتي من فاتح لنا صغرين. دابا وليتي كتدخل في دي كومبيتيسيون مع دول عربيه، فهمتي؟ وليتي دخلتي في هذا الشيء، يعني خصنا السيناريوهات قويه، خصنا ممثلين فريمون صبارين، ممثلين ديال بصح صبارين، وما يجوش داك النوع ديال بغي الشهره والتعرف وهذا، حيت ملي كتدخل لهاد زعما لهاد المحيط كيمشي كل شيء. الا كانت غير نيتك باش تدخل معايا للدومين غير باش تشهر وتعرف، تخربيقه، لان كل شيء حلم. انت واحد فنان كدير واحد الدومين، راه ملي كتحيد لافيس ديال لاكتور كتولي انسان عادي، خليك بحالك. انا كنقول للي جان كنقول شوف، ملي تحس براسك نجحتي ما تركبش فوق العود، حاول هبط وشد في العود، حيت تقدر تطيح صاحبي، فهمتيني؟ حيت راه كتكون موجه، تعرفتي وشافوك الناس وعجبتيهم، ولكن واش انت قادر انك تستمر واحد المده مثلا في نجاحك؟ هو اللي صعيب. انا كنشوف مثلا افلام سينما كتلقاي فيلم ناجح، فيلم نفس الممثلين ما نجحش، فهمتيني؟ هذا هو اللي كيأثر على لاكتور. باش تحافظ على النجاح راه خصك تفكر بحال هكا، خليك طبيعي، خليك قريب الناس، لان ملي كتستمد قوتك انت من الناس، فهمتيني؟ خليك مع اللي يمكن كنهرب بزاف د الافلام. انا كان عندي ثلاثه الافلام هذا العام، ولكن كنبدا نقرا حتى فيلم ما كنحس به كيدوي على شي قضيه. وليت كنشوف افلام في مجموعه سكيتشات مخيطين وكيتقالوا، تيجي المتفرج كيتفرج ما كيعاودش. انا تيفرحني تسمعيني عاودي الفيلم 10 خطرات، وداك كنفرح انا. علاش؟ لان هو باقي ما لقاش لو بليزير، تيتفرج وتناشط معاك في الفيلم، ولكن راه كاين اون استوار. انا ماشي فيلم غادي نشدو مرقع ومخيط ونبداو نقولوا لي كاك وصافي، لا لا لا، قول قصه. ولي كاك خليهم يكونوا عاديين، حاول انك انت ما تعمدش انك تضحك، خليك غير في البيرسوناج ديالك، وغادي تكون مزيان. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.